الحقيقة ما بحب أحكي خصوصياتي لحدا غيرك. غيري أنا؟ أقول لك إيه قبشني إيه؟ لا طيب بالله احكي لي لشوف، كمل لي السيرة. بعد هيك سهر تركت دراستها مشان تربينا. يعني سهر هي الكبيرة صح؟ الله أكبر، ما شاء الله عليكي ما أزكاكي، لحالك عرفتي صح؟ بلا غلاظة بالله كمل لي. دقيقة، يلي كانت بالمدرسة شو كان اسمه؟ رهف. رهف وقتها كانت بالمدرسة يمكن شي صف سابع. وقتها سهر تركت دراستها مشان تربيها. اشتغلت؟ بأكثر من شركة. ضلت تتنقل من شركة لشركة لحتى آخر شي استقرت بهي شركة تبع جوز أمك، شركة العلاقات العامة. ضلت فيها لهلا. طيب وأنت بأنو صف كنت؟ يمكن عاشر. أنا كبرت على إيديها. ما صدقت على حالي أنت خلصت بكالوريا لحتى أصير سعادة بالشغل. بتعرف إنه كثير قلال الناس اللي مثل أختك؟ خليتني أحبها قبل ما أشوفها. سهر؟ سهر كانت أمنا، أبونا. إلا فضل على الكل. عشان هيك وقت اللي بحكي معها بحس حالي مكسور. يا رب ما بتصدقي قديش ضحيت كرمالنا. حمستني أشوفها عن جد. وأنا متأكد، بس أحكي لك كل شيء عنك هي كمان رح تتحمس تشوفك.